الطبق الأول من الأردن، يلا منو بيفوز؟ أوكي، من الأردن طبق رئيسي في المناسبات الرسمية. منسف أكيد، ترى شفنا الحين الصورة. يا سلام. فاز سعود عليك مريم. بنسوي اليوم طبقنا الرئيسي المنسف الأردني. هني أنا سالقة اللحم قبل، يبنى الجميد حطيناه، وهني سويت العيش بنفس الماء اللي سلقنا فيه اللحم. شو هو الجميد؟ الجميد عبارة عن نحن نقول اليقط، نعم، أو الكشك، وحد يسميه خشكو. أنا جبت لكم بكل المسميات بكل مكان على أساس تفهمون أن الجميد نفس البروسيجر، يتسواله يتنشف خلاف يستخدمونه للطباخ. الطعم طعم اللحم يندمج مع الجميد هني وتطلع الريحة. يا سلام. العيش اللي استخدمتيه، لأن في الأردن يستخدمون نوع عيش غير عن اللي نحن نستخدمه. صح، شوي حبيتها تكون كبيرة، بس أنا استخدمت العيش رز بسمتي الطويل العادي صراحة. جميل. يطلع ألذ الصراحة. لازم شوي نغير. توست إماراتي هذا. عليك نور، بس هو الطبق الرئيسي اللي هو الوصفة الرئيسية نحن ما غيرناها. وعندهم سنع في أكل المنسف، تعرفه سعود ولا لا؟ اللي هو لازم تأكل واقف. صح، لازم تأكل واقف، هذا أول شيء، وبعدين إيديك اليمين تاكل فيها، ويدك اليسار تكون ورا ظهرك. ليش؟ حبي يلا فكروا معاي. معقوله جد؟ هي والله. ليش؟ ليش؟ عشان اول شيء تاكل واقف عشان تخلي مسافه، وتحط يديك ورا تسوي مسافه حق اللي وياك. أيوة. انه يقرب من نفس الصحن، لان الصينيه تكون كبيره والكل يتشارك مع بعض، فكل واحد ياكل بايده اليمين، ايده اليسار تكون ورا على اساس يسوي مسافه، وبنفس الوقت ما تشبع عشان تخلي شوي حق اللي معك. فشوفوا ان من الحركات البسيطه هذه وصنعهم في لها معاني كثيره كبيره، الكرم، ان كل واحد فيها ايثار، كل واحد يبدي اللي معاه عليه. فالعرب يعني عاده معروفين بالكرم. نعم. فحي الله النشامه. ونعم بالنشامه، انا اشهد. لكن الطبق الثاني فيه مفاجاه، الطبق الثاني مال دايت بالقوه بعد. كله دايت طال عمرك اليوم. قبل ما نروح الطبق الثاني سعود، نعرف اسرار الطبق الثاني، نشوف المقادير. يلا نشوف مقادير الطبق الاول.